عندي ست عيال وبنت واحدة اللي هي في الجامعة، أنا اللي قاعد أروح معها وأجي معها. البنت ما تقول لك يبا لا تتعب نفسك معاي ثمان ساعات؟ بتقوله بس ما أقدر، أنا أقول لها يبود سلعة على شانس نتعب لكم. قطعة منك البنت، وانت تفرح لما تشوف ولدك ولا بنتك بعدين وظيفة مرموقة أو شيء طيب، فتعبك إن شاء الله بإذن الله يكون بإذن الله يعني، وانت فرحان قاعد تتعب لكنك فرحان. طبعا الآباء يقول ما في أبو إلا يقول عسى ولدي أحسن مني. أنا من الساعة 8 للساعة 5 من سكان مدينة صباح الأحمد، كنت أجي كنا نقعد في البراحة معنا نعانيها يا أهل المنطقة الجنوبية. أنا والله من الجهرة جاي، عندي من الساعة 8 للساعة 1 الظهر. إيه فروحتي يعني ورجعت ثاني مرة صراحة يعني فيها صعوبة كانت. الكورس الأول تعبنا فيه لأن كنت أنطر واجد 6 ساعات 7 أو أروح على ضاحية علي صباح السالم اللي هي أم الهيمان وأرجع، فيصير معاناة تعب واجد. أما في مصافط ولا على مسجد ولا على ظلال أدور ولا قعد في السيارة ومشغل التكييف. دبا دبا جاي تعالي لك، انت عند دوانيتك قاعد دوانيتك عندها لك وعند ربك، احنا قمنا نفرح نجحين هنية. انا اقول بنتي سانسة كثري اذا عندك محاضرات بعد مو مشكلة، قاعد بعد مشكلة الصراحة كأنك جاي على ديوانهم يعني. انا تفاجأت، تفضل حياك الله على المكان مكانك والمكان مريح، من كان ودك تقعد برا الجو جميل ما شاء الله. وبنت التربية الأساسية مدرسة وتمنى انها الأعلى، احنا ما قصرنا معاهم وان شاء الله هم ما يقصرون معانا بإذن الله ان شاء الله، وسهلا يوفقهم. نقول إن شاء الله الله يوفقها في دراستها وتحقق أمانيها وأمانينا فيها إن شاء الله. إن شاء الله طعمكم سعادة الوزير قبل تقريبا أسبوعين افتتاح مقهى الفروني الشعبي للمواطنين اللي في الجامعات في منطقة العرضية من الساعة 8 للساعة تقريبا 2 ظهرا. وحياكم الله بمقهى الفروني الشعبي، موفرينكم الشاي والقهوة وكل شيء موفرين لهم، وترتاحون وتنطرون أبنائكم، عسى الله يوفقكم ويوفق بناتكم وعيالكم.